عارف ايه هو السر الحربي اللي لحد النهاردة محدش اكتشفه؟ هي نار مش بتطفي ابدا، ولا بمية ولا باي حاجة تاني ابدا، النار الاغريقية. في القرن السابع الميلادي انتصر الرومان انتصار بحري كبير جدا على جيوش الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان وقت الحصار الاول على مدينة القسطنطينية سنة 674 ميلادية، واللي استمر لخمس سنين، والحصار الثاني بدأ 717 ميلادية لمدة سنة واحدة في زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك. الانتصار الكبير ده حصل بسبب سر النار الاغريقية، واللي اخترعها عالم بيزنطي ومهندس اسمه كالينيكوس، واسرته من بعلبك في لبنان، وراحوا للقسطنطينية بعد فتوحات المسلمين للشام. وهناك وفي وقت قصير قدر الامبراطور قسطنطين الرابع من تجهيز السفن الحربية، وفي مقدمتها مدافع اسمها دورمور بيطلع منها النار سائل كده شفاف ولزج بيلزق وبيولع مع المية. ضربوا بيها سفن المسلمين وحرقوها، والحصار الاول والتاني فشلوا بنفس الطريقة، وكل ده بسبب النار الاغريقية، وما استخدموهاش مع المسلمين بس. سنة 941 ميلاديا اتعرضت بيزنطة لخطر من الشمال لما عبروا الروس البحر الاسود تحت قيادة ايجور امير كييف، وهجموهم باسطول بحري، والاسطول الروسي اتهزم هزيمة كبيرة جدا نفس السبب. وفي عهد الامبراطور أليكسس الأول أمر أسطوله بقصف سفن البيانزة اللي كانت شايلة صليبيين توديهم لفلسطين، فقذفوهم بالنار الإغريقية. وأصدر الامبراطور ليو السادس قانون 63 بيفرض فيه عقوبات قاسية جدا على تصدير السلاح عشان سر النار الإغريقية ما يتعرفش، وحرموا تصدير السلاح، وكتب كتاب اسمه تكتيكا بيحذر فيه من الخطر العربي الإسلامي، وكتب فيها عن هزيمتهم اللي تسببت فيها النار الإغريقية. لكن المفاجأة إن العرب المسلمين كانوا مهتمين جدا بترجمة كتب التراث العالمي، وترجموا كتاب تكتيكا تحديدا، واللي ترجمه العالم ابن المنكلي اقتبس منه في كتاب الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية في فن القتال في البحر، وبدأوا يبحثوا عن السر الحربي وقدروا يصنعوا مادة شبهها لكن مش زيها طبعا، مصنوعة من النفطة اللي هي من مشتقات النفط يعني البترول مع الجير الحي، وده بالتعاون مع قائد بيزنطي خاين وقت عصيان إيفيميوس لأسطول صقلية. اضطر يلجأ للأمير المسلم زيادة الله ابن الأغلب سنة 827 ميلادية. مش بس كده، قدروا الأغالبة يفتحوا جزيرة صقلية، ده دول كمان صنعوا سفن بحرية بتقذف المادة اللي اخترعوها المسلمين اللي هي شبه النار الإغريقية، وأغاروا على البحر التيراني سنة 835 ميلادية. أما السفن الأندلسية فتجهزت بالنار البحرية سنة 844 ميلادية، ومن أواخر القرن التاسع الميلادي حاصرت سفن المسلمين من الشام ومن مصر بقيادة غلام زرافة مدينة سالونيكا، واقتحموا المدينة اللي تعتبر تاني أكبر مدينة بيزنطية. الاختراع اللي عملوه المسلمين اعتمد على فكرة بسيطة، وهي إن تفاعل خام العناصر اللي في عمود واحد تحت بعض أقصى شمال الجدول الدوري، الصوديوم والبوتاسيوم والسيزيوم والكالسيوم اللي بيتصنع منه الجير الحي، بينتج عن التفاعل ده حرارة شديدة جدا بتتحول لنار بسبب غاز الهيدروجين اللي بيخرج من التفاعل وبيشتعل بفرقعة، والجير الحي وسط المعارك البحرية بيتفاعل مع المية، يعني المية مش بتطفيه. شوف كده معايا الحريق الناتج عن تفاعل المية مع الصوديوم الخام، ده لأنه عنصر عنده شراهة للمية. وبصوا كده، دي قطعة صوديوم، هنشوف ايه اللي بيحصل لما بتتفاعل مع المية. بيحصل تفاعل اسمه العلمي اكسوثيرمي، وبيخرج طاقة وحرارة كبيرة جدا بتكون نار بتولع فوق سطح المية لغاية لما الصوديوم كله يخلص تفاعل، فبيتحول لصوديوم هيدروكسيد، يعني البوتاس القلوي اللي كلنا عارفينه، وهي مادة كوية. ومش الصوديوم بس، ده بقية العناصر من الفلزات المنتمية لنفس العمود في الجدول الدوري، يعني البوتاسيوم كمان اللي هو موقعه في الجدول الدوري تحت الصوديوم بالظبط، ده تفاعله أشد بكتير. أما السيزيوم فتفاعله مع المية كارثة، من شدة التفاعل بيكون انفجار مفاجئ. العناصر دي عشان تكون محللها القلوية بعد ما تتفاعل مع المية بداية من الليثيوم بتخرج غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعة، ده بقى بيزود الحريق. أما بقى الكالسيوم فبيعمل المنظر ده، وتتفاجئ الأعداء إن النار اللي بيحاربوهم بيها مشتعلة فوق المية فوق سطح البحر وما بتطفيش أبدا. لهنا إحنا قدرنا نفهم إن الحرائق أنواع، في حرائق كيميائية ما بتطفيش بالمية أبدا، بالعكس دي بتشتعل اكتر بالمية. ده بقى اللي خلانا نفكر في فكرة تكون مختلفة في القضاء على الحرائق، خاصة لو الحريق ضرب معمل او مخزن كيماويات، اكيد طبعا مش هنطفيه بالمية. فكرة اطفاء الحريق بقت ببساطة عزل الحريق عن الغازات اللي بتساعد على الاشتعال، اهمهم الاكسجين اللي في الهواء. وعشان نفهم اكتر، مفيش نار ولا حريق من غير اكسجين، وبكده بقت طرق اطفاء الحريق الجديدة اساسها عزل العنصر المشتعل عن الجو. وبكده النهاردة قدمنا لك معلومة جديدة انت ما تعرفهاش. لو عجبتك الحلقة اعمل لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب وفعل الجرس على اليوتيوب. برنامج انت ما تعرفش، مسرح نهاد صليحة، أكاديمية الفنون. في حرائق كيميائية سنة 674 ده لقيت تمام. وهناك وفي وقت قصير قدر الامبراطور قسطنطين الرابع. اوكي. وهناك وقت قصير بيلزق ويولع ولا يولع معاه؟ يولع. يولع؟ يولع.
اوكي بيولع 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 مع المي. اوكي لما عبروا الروس البحر الاسود تحت قياده لما عبروا الروس البحر الاسود تحت قياده الامير ايجور كيف ايه بقى لما من اول تعرضت بيزنطة لخطر من الشمال وقت عصيان ايفيمينيوس ولا ايفيمينيوس في ميم ولا نيون على طول ايفيمينوس ايفيمينيوس مفيش نون اصلا واغاروا على البحر التيراني سنه 835 هجريه ميلاديه لازم احط تاتش كده غبي مش عارفه جاي منين